جدا، اقسم بالله العظيم ثلاثة، انت لو كنت جوز اختي وده فرح اختي قسما بآيات الله انا كنت اديتك بالقلم على وشك، كنت قلعت الجزمة واديتك باللي في رجلي قسما بالله العظيم ثلاثة. ولو انت اخويا او قريب او اي حاجة طبعا ده انت هتعر بلد لوحدك وما شرفنيش ان انت تكون اخويا او اي حاجة، كنت اديتك بالجزمة تمام. واللي يحرق دمك في الموضوع تعالوا نشوف الفيديو تاني كده. اللي يحرق دمه في الموضوع ان هو نازل يبوس رجليها امه، فاكراه راجل ونازل يبوس رجليها هي، فبتقول له لا يا ابني، ونازله ان هي يعني بتقول له لا يا ابني بتزقه يعني او لا بلاش تعمل كده، فاتصدمت لقيته بيبوس رجل يعني ايه مش عارف مين دي خطيبته ولا ايه، يقول لها العظيم بحبك. تمام، الفكرة اولا ده مش حب خالص، لانك قللت من نفسك وقللت من رجولتك، واللي يغيظك في الموضوع ان مفيش ولا راجل في الفرح قال له انت كده غلط او اداله بالجزمة، كل الشباب وكل البنات اللي حواليه هاصوا وسقفوا وتنططوا وفاكرين ان ده حب او ده حاجة حلوة. تمام، احنا مشكلتنا ان احنا مش فاهمين يعني ايه حب، بنفرق بين ده وبين ده، هو اصلا مش فاهم يعني ايه حب اساسا، هو شايف ان الحب في كل مكان، ان هو بيشيل البنت بقى ويلف بيها ويجي وبتاع، فقرر ان هو يعمل حاجه زي كده ما اتعملتش قبل كده، بحيث ان هو يقول انا بحب اللي ما حبش قبل كده، والبنات تصور وتصوت والكلام من ده. يعني انت اوسخ شاب انا شفته في حياتي قسما بالله العظيم، ده انت ما تستحق كلمه راجل تماما تماما تماما، وانا لو شفتك في اي مكان قسما بالله اديك بيك جزمه، عشان انت فعلا انا بعمل حلقه قسما بالله عن الشواذ، قسما بالله الشواذ دي احسن منك، تخيل بقى، لان الشاذ ده بيعمل حاجات خارجه عن ارادته، لكن انت عملت ده بارادتك. واسف على العصبيه دي، قسما بالله انا صحيت من النوم شفت الفيديو انا ما شفتش اي حاجه في الدنيا، انا كنت رايح الشغل ما شفتش اي حاجه في الدنيا غير ان انا لازم اطلع ارد على الشخصيه دي، لان بجد انا يعني استفزني بشكل مش طبيعي حقيقي. يعني السؤال، عمرك شفت سفالة أكتر من كده؟ بصراحة لا يا فندم. أيوه، الإجابة الصح.